لما حبوا يبنوا أشهر بيت في العالم عشان يسكن فيه أهم شخصية في العالم اللي هيخرج منه أهم القرارات اللي هتأثر في العالم، البيت الأبيض. عملوا فيه 132 أوضة و35 حمام و6 أدوار للإقامة. يا ترى لما يحب أعظم مهندس صمم العالم وخلقه يبني بيت لنفسه هيكون شكله إيه؟ خيمة برية. إيه؟ ليه؟ أصل شعبي ماشي هناك وأنا لازم أمشي معاهم. عملها موسى على حسب المثال اللي قلت له عليه، ولما وصل شعبي الأرض كنعان سكنت في الهيكل اللي عمله سليمان على حسب المثال اللي رسمته على داود. قد أفهمني الرب كل ذلك بالكتابة بيده علي، أي كل أشغال المثال. لكن لما شعبي بقى في كل مكان في العالم بنيت بيتي فيهم، فإنكم أنتم هيكل الله الحي. يعني إيه؟ أنا مش عايز بيتي يكون من حجارة ميتة لكن حجارة حية. كونوا أنتم أيضاً مبنيين كحجارة حية، بيتاً روحياً، كهنوتاً مقدساً، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عشان كده نفس الحاجات اللي رسمتها في خيمة الاجتماع وفي الهيكل رسمتها في المؤمن. أوضتين بس. أول أوضة في بيتي اسمها قدس الأقداس، اللي بتمثل العلاقة الدفينة القلبية بيني وبين المؤمن الحقيقي، والعفش الموجود فيها مبخرة من دهب عشان تطلع ريحة البخور تشع وتنتشر وتوصل لبره، دليل على وجودي بقوة وسلطان وفعالية. أصل كل عضو لازم يكون متصل بالرأس، والمبخرة دي من دهب يعني مش ممكن تصدي، لأن علاقتنا عميقة ومتأصلة في قلوبكم، لأنها مبنية على أمانتي أنا، هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. لكن أهم حاجة في قدس الأقداس هي تابوت العهد، عهد الله مع الإنسان، أنا ليك وإنت ليا، ابتدى بعهد الختان اللي اديته لإبراهيم. لكن عشان أثبت العهد كان لازم أقدم ابني، وبقى اسمه عهد الدم. وبرضه مش كفاية إن دم يكون ستركم عشان تضمنوا أبديتكم، لازم أحط جوه تابوت العهد المن اللي بيرمز للرب يسوع نفسه، خبز الحياة، الواهب حياة للعالم. لازم المسيح يكون فيكم عشان تتمتعوا بكل السلام وكل النعمة وكل الفرح. وبرضه مش كفاية، لازم يكون جوه التابوت عصا هارون التي أفرخت، يعني أثمرت. هارون ما عملش حاجة عشان عصايته تثمر، لكن ده دليل على نعمة المسيح. أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. وكل اللي يقبل نعمتي بالتضاع حياته هتثمر. وآخر حاجة موجودة في تابوت العهد هي لوحين الشريعة. قلت لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. وده رمز للكتاب المقدس المكتوب بالروح القدس، لكنه مكتوب على ورق صناعة بشرية، لكن كل كلمة مكتوبة فيه بإصبع الله. وده يخليكم تحترموا الوصية، تحترموا الكلمة. أما الأوضة التانية في بيتي هي القدس، رمز لعلاقتكم بالعالم. أنتوا موجودين وسط العالم عشان تكونوا سفراء للمسيح، تعلنوا حكمته وتعليمه. فالقدس هو إظهار بر وحق المسيح للعالم. بس بين القدس وقدس الأقداس في حجاب بيفصل بينهم، لكنه اتشق في الصليب اللي صالحكم مع الآب، وبقى ليكم امتياز إنكم تحملوا نور المسيح الموجود في قدس الأقداس للعالم. يا ترى أنتم مستعدين تقدموا قدس الأقداس اللي جواكم للعالم اللي بره؟ هي دي رسالة الكتاب المقدس، إن بر المسيح يخرج من الحجاب المشقوق للعالم. أما لو بيت المسيح مش جواك أصلاً، اسمع المسيح نفسه يقول لك: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلاً.